بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف كان اليوم إخواني؟ إن شاء الله تكونوا بخير. عندي شرح خفيف يعني على أفضل برنامج يعني الآن وجدته في تسريح وتخفيف، ويعني كل شيء يعني متوفر على كل شيء. يعني برنامج اسمه بي دي بي سي فاست. هذا البرنامج يعني رائع بكل معنى الكلمة. المهم يعني صار لك مرات تحميل هنا، يعني تضغط فقط على التحميل. التثبيت يعني سهل جدا، يعني ما فيش تعب. سأريكم يعني بعض على فكرة هذا المتصفح بي دي بروسر، هذا بي دي بروسر يعني تابع له، مش شركة مطورة. لما يعطيكم هذا الاختصار نضغط فقط ثم نضغط على فاست ناو، يقوم بتسريع كما ترون، يقوم بتخفيف. المهم سنتطرق إلى المزايا كما ترون. هنا تغيير تام، اختر أي تام تريد. هنا ستينجز يعني اضربه في الغالب هو تغييرها. يعني هنا كويك تشيك يعني فحص، تضغط على سكان ناو زي الفحص. لما تضغط على سكان ناو يبدأ بالفحص. محترم إخراج جميع البرامج، يعني البرامج التي لديك. بعدها تضغط على speed up now، محترم يبدأ بالتسريع. هو quick check يعني يفحص بس كل البرامج التي لديك، يعني كلها شغالة وغير شغالة إلى آخره. 97 البرامج التي لا أعمل بها، يعني يقفلها دم ثم نذهب كلين. اضغط فقط على، يعني أنا قمت بكلين من قبل. المهم أقوم بضغط على كلين فقط كما ترون. كل واحدة يعني إسكان يبدأ بالفحص. كما ترى يعني يفحص كل شيء. هنا يعني متصفحات سكان كلين، شيء جيد يعني حتى نشوف هنا كلين كذا. المهم سبيد اب يعني هذه أفضل خاصية فقط على سبيد اب، فقط يبدأ بالتسريع يعني. ثم فيري سكان، لدي حتى فيري سكان، ضغط فقط على كل سكان ويبدأ بالفحص. نذهب إلى الخصائص هنا كما ترى، يمكن يتحمل من هنا. هنا أب ستور هذا يعني فيه خصائص جدا رائعة. هنا فيسبوك لكي يتفحص فيسبوك خاصة، تضغط على فيكس أي مشاكل فيسبوك. هنا ويفي يعني فاست ناو، يعني هذه خاصية بعد جيم فاستر كما ترون. سأريكم يعني يهيئ لك الجو للعب، يعني سبيد أب كما ترون، يعني خفف ناقص قمنا بها من قبل. الديسك تضغط على أناليز هنا للديسك كما ترون، تحت بهذا فقط. تضغط على أناليز هنا إنترنت سبيد تيست، يعني يفحص لك سرعة الإنترنت خاصتك. تضغط على بيجن تيست سيبدأ بفحص. يعني نطش يعني بعد انتهاء يعني التست سيعطيني لمحة عن سرعة الإنترنت خاصة بي، دقيقة فقط. كما ترون دراجة يعني بعطيك هنا دراجة، وإذا كان متوسطة يعني سيارة، ثم طائرة إذا كان سيارة، ثم صاروخ أقوى سرعة، والخارقة الصاروخ مركبة مرورية. هنا سيستم ريبير، هذا سكان يعني لفحص الثغرات في يعني يصلحها. هنا هذه خاصية جميلة إذا كان لديكم، وهذا يحصل مع الجميع. يعني إذا كان لديكم ملف هنا في سطح المكتب أو في أي مكان يعني اللي يمكنك مسحه، اضغط فقط أدفع تختار هذا الملف، سيمسح يعني بلا رحمة يعني.
إلى شفقة. Now in update يعني كما نقول هو ميزون شور يعني تحديثات. هنا باور ماستر كما تعلمون ديليت باور سيرف هنا كما تعلمون باور سيف هنا غير سيف يعني يقوم باتخاذ طاقة كبيرة يعني كما تروا الشاشة الظاهرة كما نقول هو باور نضغط على ديزيبل باور سيف يعني توقف قليل يعني هذه خصائص الطائرة يعني هنا الاب ستور دخلنا الاب ستور نقوم بفتح الاب ستور بس كما ترى يعني كل شيء هون جاي هون يعني انت ما تشغلون الاب ستور كما ترى تكون تبديل يعني صور أوبس يعني أوبس كوشي جيمز انترنت بروسرز اوديو فيديو كثير يعني سيدي سكان كثير كثير هنا جيم كانتر اللعبة ممكن اكشن كما ترون هذه الخلفيات يعني ممكن اصلا يعني هنا الخلفيات يعني هذه اللي اخبرتكم بها نفس الخاصية هنا ماي ابس يعني اذا كنت تحمل من يعطيك هنا الابس الخاصة بك الذي لديك هنا يعني كثير يعني برنامج الترا يعني يعجبني صراحة هذا البرنامج بالنسبة إذا أردتم يعني التسريع أو تسانستالي يعني الخروج من بروجرام يعني من هنا أو من أي مكان فقط طبعا هكذا تحدد هذا البرنامج كيف تخرج منه ثم تضغط يعني فاست سناب فيقوم بالخروج كما تعرفت يعني برنامج الترا أتمنى أن يكون الشرح قد أعجبكم اتركوا لنا بلايك سبسكرايب القناة يعني وشكرا على المتابعة.